اليوم عندنا خمس أسباب تخليك تشتري الون بلس 3، خلونا نتعرف عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بهذا الفيديو الجديد اللي راح نتكلم فيه عن هاتف الون بلس 3 والهاتف اللي صار لي فترة طويلة صراحة استخدمه، ولكن كنت متردد اني اتكلم عن الجهاز لانه اول هاتف من ون بلس فلاج شيب استخدمه سبق استخدمت الون بلس اكس، ممكن تشوفون الفيديو السابق. ولكن اليوم بقدم لكم خمس اسباب تخليك تشتري الون بلس 3 وانت مغمض، خاصة مع وجود اجهزة جديدة نزلت بالسوق مثل الاونر الايت والموتو زي وغيرها من الاجهزة. وعلى طاري الموتو زي لا تنسى تشوف نظرتنا السريعة للجهاز وتشترك بالقناة اكيد. بالنسبة الون بلس 3، اول واهم سبب ممكن يخليك تشتري الجهاز اللي هو المواصفات الرائعة والقوية مقارنة بالسعر المنخفض. فنتكلم عن مواصفات الهاتف بشكل سريع. عندنا الشاشة 5.5 انش بدقة الفول اتش دي وهي من نوع الاموليد، عندنا المعالج اللي هو سناب دراجون 820 والرام اللي هي 6 جيجا بايت، وكذلك سعة التخزين الداخلية 64 جيجا بايت من نوع اليو اف اس 2.0، والبطارية 3000 ملي امبير، والكاميرا الخلفية 16 ميجا بكسل مع فلاش ال اي دي، والامامية 8 ميجا بكسل وكذلك حساس البصمة. كل هذه المواصفات بسعر 1500 ريال بس، وطبعا تقدر تشتري الجهاز بهذا السعر من متجر ون بلس الرسمي في سوق.com. ثاني سبب هو التصميم الجميل والرائع، الجهاز معدن بالكامل، وكذلك حجمه للأمانة مو كبير ولا صغير، خاصة انه بشاشة 5.5 انش، والانحناء اللي بالخلف جميل جدا، وكذلك جودة التصميع كلها متقنة بشكل رهيب. واقدر اقولك ان تصميم الون بلس 3 من اجمل التصاميم في 2016، حتى لو قلنا انه مقلد هواتف ثانية لكن يبقى انه من اجمل تصاميم هالسنة. ثالث سبب الكاميرا، واللي تقدر تعتمد عليها بشكل كبير، ومثل ما قلنا هي بدقة 16 ميجا بكسل الخلفية مع الفلاش ال LED، والأمامية 8 ميجا بكسل، ولكن النتائج كانت جدا جميلة. ما أقولك إنها أفضل كاميرا موجودة الآن بين الهواتف، لكن فعلا الكاميرا جيدة، خاصة مع الفوكس السريع جدا، وهذه نماذج الآن من تصوير الكاميرا الأمامية والخلفية، وحاولت أني أخذ الصور بعدة أوضاع وأنتم أحكموا بأنفسكم. رابع سبب ممكن يخليك تشتري الهاتف اللي هو سلاسة وأداء النظام. الون بلس 3 يعمل بنظام الأكسجين واللي هو مبني على الأندرويد وقريب جدا من الأندرويد الخام، ولكن مع إمكانية تخصيص أكبر مثل الإثمات وتغيير الألوان وغيرها من الإعدادات. وكذلك الهاتف يجينا برام 6 جيجا بايت، وفعلا مع الضغط على الهاتف والألعاب والسناب والواتساب وكل حاجة ما تحس فيه بأي مشاكل أو تهنيق. وكذلك من الحاجات اللي حبيتها بالون بلس 3 اللي هو أداء البصمة، صراحة البصمة سريعة جدا، حتى أسرع من الآيفون، أسرع من الهواوي، أسرع من الجالكسي، أسرع من أي هاتف جربته. نجي للسبب الخامس والأخير والأهم عندي، ميزة الشحن السريع داش. ون بلس 3 يجي مع بطارية 3000 ملي أمبير، لكن ميزة الشحن السريع داش من جد رهيبة. تخيل أنك تقدر تشحن الجوال إذا كان 0% إلى 60% في 30 دقيقة فقط، يعني نص ساعة يكون أكثر من النصف، وهذه جدا حبيتها، حتى ما صرت أهتم للبطارية لأني مجرد ما أشبكه على الشاحن بيشحن لي الجهاز فل بوقت قصير. هذه كانت أهم المميزات اللي شفتها بالون بلس 3 بعد استخدام طويل، واللي أشوف أنها ممكن تخليك تشتري الهاتف إذا كنت مهتم بهذه المميزات. فيها الآن تصويت ظاهر عندكم فوق بعلامة التعجب، اضغط عليه وشاركنا رأيك، وكذلك اكتبوا لنا أرائكم بالتعليقات عن الون بلس 3، وإذا كنت مستخدم للون بلس 3 برضو قل لنا إيش هي كانت تجاربك. مرة ثانية لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك وتشيكون الفيديوهات اللي قبل، والسلام عليكم.